المفروض على الفتيات أيام الجامعة والدراسة أن يعتمدون ميك اب ناعم وتسريحة بسيطة. بعض الفتيات يقعون بفخ أو خطأ هو التكلف، يحطون ميك اب أوفر، وفي بعض الأحيان من الممكن أن يختارون تسريحة للشعر غير مناسبة للجامعة. توجهنا لصالون لاسرين علشان يخبرونا أكثر كيف من الممكن الفتاة الجامعية تكون بمظهر لائق، ميك اب ناعم، تسريحة بسيطة وجميلة وتخفي كل عيوب بشرتها في هذا اللقاء. يا هلا ومرحب فيك طارق سليمان، ميك اب ارتست من صالون لاسيرين في اسرار الجمال. يا هلا فيك. يا هلا وسهلا، سلام. لبنات الجامعه هل مسموح ان تحطي فاونديشن او ان تستخدم مثلا بدلا عن البيبي كريم بما انه اول شيء نحط على البشره؟ اوكي، مشان هذا الموضوع فنحن بنفضل انه الصبيه ما تحط فاونديشن مشان ما يطلع انه في عده طبقات او في شيء على وشها بيناسب الحفلات السهرات اكثر من الجامعه، فبفضل انا احط كريمات اكثر ما يحطوا الفاونديشن. اذا شو هي الالوان اللي مسموح البنت تستخدمها في الصباح؟ هلا بفضل الالوان النيود الفاتحه مشان ما تكون اوفر بالالوان الغامقه، دارك او براون او هو الالوان، فبفضل الالوان الفاتحه تكون عن نيود اكثر، تكون لايت. نعم، العديد من الفتيات يحبون يحطون كحل او الكحل الاسود داخل العين، ولكن بنات الجامعه هل من الممكن ان يستخدمون الايلاينر والكحل؟ هلا ممكن هن يستخدموه، مع انه انا بفضل لا، الكحل اوكي بس الايلاينر ما بيطلع حلو، سو بيصير انه خرج حفلي اكثر ما نكون. ويعنا موديل الحين بنسوي عليها وبنطبق عليها ميك اب الجامعي للفتيات عشان يتعلمون كيف يطبقونه. شو الالوان اللي بتختارها لها وشو بتسوي؟ الالوان الفاتحه واللايت دائما، ونحاول نتجه على الشيء الفاتح مع الغامق بالفترات الصباحيه. بالنسبه للفاونديشن بتختاره نفس لون بشرتها ولا افتح ولا اغمج؟ اكيد باللون بشرتها، فهي بتعرف مثل الكونسيلر تماما، يكون متناسقين كلهم مع بعض. اوكي، انا بخليك تسوي الميك اب عقب ما تخلصون برد لك، بس تقريبا كم يبالك وقت؟ من 10 دقائق لربع ساعه. بخليكم ربع ساعه برد. اوكي، يلا. اول شيء رح بلش للصبية، بدي احط لها بيس مشان نعطي طبقة حماية للبشرة. ورح هلا نبلش نحط طبقة اورانج تحت عيونها لمشان هالات السوداء وفوق الكونسيلر. وهلا بنبلش بالالوان النيود يلي بدنا نحطها بالاي شادو. وهلا خلصنا الاي شادو النيود الخفيف، هلا بنبلش مع الفونديشن. الصبيه بحاجه فونديشن بس طبقه كثير خفيفه ما نسمك لها ابدا. وهلا بنبلش بالحواجب، فلاس اي صبي بتكون رايحه على الجامعه او اي شيء، فما في داعي كثير نعلم الحواجب، فراح نمشطهم ونعلم الفراغات الصغيره بس الموجوده. وهلا بعد ما خلصنا الحواجب راح نبلش بقلب العين نحط شيء فاتح، فمفضل انا الابيض. وبعد ما حطينا الابيض بقلب العين فراح احط خفيف كثير بالاي شادو تحت العين، اعطيها شكل للعين. وبعد ما حطينا الخط الصغير الاي شادو من تحت، فنحن مثل ما قلنا الايلاينر ما بيفضل الايلاينر، واذا كان ايلاينر فبفضل براون. والكونتور يلي بيكون بالايام العادية للحفلات فنحن ما بنحاول نعمله، فراح اكتفي بالكونتور البودرة.
وبعد ما خلصنا الكونتور والبلاش فينا نحط برموش بشعرة شعرة أو نعتمد بس على المسكرة حسب طول الرموش وكثافتها. فأنا هلا حاليا رح أعتمد على المسكرة بس. وبعد ما خلصنا المسكرة فبيضل عنا الحمرة، فكمان بنختار حمرة كمان تكون نيود وبسيطة ما تكون قوي مثل السهرات العادية. يعني بدينا باللمسات الأخيرة خلاص. يعطيك ألف عافية طارق، وايد حبيت الميك اب لأنه فعلا برز جمالها، ولكن بعدها بسيط وناعم وايد كأنه مش محطية شيء. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. الألوان اللي استخدمتهم؟ الألوان مثل ما قلنا بنعتمد ألوان النيود الفاتحة دائما، مشان لأنه هي صبي راح على الجامعة فدائما تعتمد هاي الألوان، وكمان في أي مدام راح على الشغل فيها تستفاد من هذا الموضوع وكمان تعمل هذا الميك اب البسيط. طارق سليمان ميك اب ارتست، يعطيك ألف عافية على هذا الميك اب الجميل. والحين بنبدأ بالشعر. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. حالك علا؟ هلا حبيبتي، ارحب فيك في اسرار الجمال خبيره شعر علا ديوب. اهلا وسهلا، نورتونا علا. اليوم ويانا الموديل، اكيد يعني اللوك هذا ما بيكمل لوك الميك اب بدون شعر. تمام، شو بنسوي حق شعرها؟ هلا الميك اب كثير سمبل وناعم، بالمقابل بده يكون الشعر كمان سيمبل، رح نعمل ويفي ناتشورال مع شويه فوليوم. اوكي، في تمام. الوان علا لالوان الشعر مثلا لبنات الجامعه تحسين انها غير مرغوب فيها او مش حلوه؟ تماما. هلا بنات الجامعه عم يطلعوا بفكروا حالهم خلصوا دراسه، عم ياخذوا الوان كثير فاقعه. صح. يعني الالوان الرمادي الاخضر عم يعملوا شيء كثير يعني اوفر. لا، يكون لون هادي، لون غامق يكون انسب لطلاب الجامعه. شو من الممكن ان تسريحات معينه تليق حق بنات الجامعه؟ تماما. هلا بالجامعه بدها تروح سيمبل، ما فيها تعمل شيء على اساس انها هي رايحه على عرس مثلا. صح. تماما، مثل الميك اب، فيها تعمل ستريت ويفي خفيف، مو كمان ويفي مع فوليوم كثير كبير. صح. ايه، او جدلتين ناعمين، شيء كثير سيمبل. كم يبالك وقت لين ما تخلصين شعرها؟ 10 دقائق. 10 دقائق وبرد لكم حبيبتي. اهلا وسهلا. بداية بدنا نعمل بلو دراي للشعر قبل ما نبلش بالويفي. هلا ركبناهم لهدول يعطوا شوية فوليوم من قدام، وبعد ما خلصنا البلو دراي بدنا نبلش بالويفي. رح نستخدم الويفي السمول لأنه شعر الصبية قصير، رح ناخد خصل صغيرة، ما فينا ناخد خصل كبيرة. هلا من بعد ما خلصنا البلو دراي بدنا نعمل شويه فوليوم للشعر. يعطيك العافية علا. خلصنا حبيبتي. حبيت وايد الشعر وحبيت اللفة لأنها فعلا واضح أنها طبيعية. يا ناتورال هذه الجامعة. حبيت وايد اللوك، فعلا لوك بنات جامعة بنوتات حلوين. يعطيك ألف عافية على ديوب وصالون ناصرين على هذا اللوك الجميل للشعر. حبيبة قلبي نورتونا بالصالون. شكرا لك. حبيبتي أهلا وسهلا. والحين خلصنا من الجمال والشعر والميك اب، ونروح لفقرة الإتيكيت.